معانا سنة خمسة دلوقتي وهنراجع الوحدة السابعة. يلا بينا. أول سؤال complete، هنكمل عندنا تقريبا 7 أسئلة أكمل. ما تعديش، حل على طول، متعرفناش. old يعني كبير أو قديم، love ما احنا لازم نترجم الحاجات دي. love يعني ايه؟ يحب. oven فرن. closer أقرب. أقرب، برافو عليكي. bedroom اوفن. اوكي سامي بس عشان بتترجم. حلو القلم ده عندك. welcome to my new apartment، اهلا او مرحبا في شقتي الجديده. I it I I love it. I love. اوكي يبقى دي نمبر 1. I love it، انا بحبها. it's much bigger than، هي old. اكبر من القديمه. old the old one، من الاولانيه يعني. القديم، ماشي. my parents والدي had to اضطروا move to a new job، اضطروا ان هم يروحوا لجوب جديد، وظيفة جديدة. so لذلك we moved to a apartment، اضطرينا ان نتنقل لشقة اقرب. اوكي يبقى دي نمبر 3. بعد كده the new kitchen، المطبخ الجديد is bigger than، اكبر من oven. اكبر يعني، and the is more modern، oven. والفرن احدث. خلاص يبقى دي كده نمبر 1. نمبر 2، بيت سرير، لاف يحب، لازم نترجم طبعا الكلام ده الاول. شير يشارك، ارم تشير اللي هو كرسي الذراعين بتاع الانتري ده. ليفت يعني مين؟ هي ليفت هنا بمعنى شمال، فنقول اكيد على الشمال، الله اعلم. يلا اي لاف ماي بيد روم، معنى لولو اي لاف ماي بيد روم، بحب اوضه نومي. اي شير ايت وذ ماي سيستر، يبقى انا بشاركها مع اختي، دي نمبر 1. طيب on the right، على اليمين، there is my، موجود ايه؟ bed. my bed، ماشي. with a desk next to it، we desk جنبه. طيب on the left، على الشمال، on the left there is my sister's bed، سرير اختي. in the middle of armchair، في النص there is an armature، عشان في cushions هنا مخدات. اوكي يبقى دي نمبر 4. thank you. احلى حصص المراجعه دي عشان ما بشرحش. يلا دي عن بقى قدماء مصريين. يلا insects، حشرات. strong، قوي. read، ريد يعني نبات البوس. ريد مات اللي هو الحصيرة. بابايروس اللي هو ورق البردي. بيد سرير، حلو. طبعا اي حد مش فاهم اي حاجة هيقول يلا ما تنميش بقى. ذا فرنيتشر اللي هو الاساس. ان انشنت ايجيبت، في مصر القديمة ايجيبشن. ان انشنت ايجيبشنز هوم، في بيوت البيوت المصرية القديمة. عايزين تحلوا بدور؟ اوكي طب نبدأ بجوجو. was very different، كانت مختلفة. from today، عن النهار. there were mats، كان في ايه؟ read number 1. they used to cover the winds، كانوا بيستخدموا ايه؟ عشان يغطوا الوينز، الشبابيك. البابايروس. اوكي. these kept، هو ده كان بيحفظ ذا اوتسايد، كان بيحفظ ايه بره؟ مش لا. لا 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 لا، اللي عليه الدور انت. انسكتس، هو انتوا مش قلتوا دور؟ بترجعوا تعملوا كده ليه؟ انسكتس، كان بيخلي الانسكتس بره. not many people، ما كانش في ناس كتير. had a orchards، ما كانش في ناس عندها ايه؟ اوكي فهمت. كانش كتير عندهم لا سراير ولا كراسي. هنبدأ بقى من جنى. يلا upside down اللي احنا لسه واخدينه يعني مقلوب. اوكي اللي هو upside down house. طيب unusual يعني غير عادي. ها interesting، مثير او رائع جدا او شيق. plugging، مدونة. اوكي architect اللي هو المهندس مدني، حلو. يلا ايه likes plugging،
آية بتحب التدوين about different things عن الأشياء المختلفة. She is writing about يلا هي كتبت عن upside down. لا كتبت عن homes يبقى unusual homes البيوت الغير عادية دي أول حاجة. أوكي طيب يلا نرجع بقى للدور. This topic هذا الموضوع is very ماله very interesting شيق جدا for her ليها because her mom عشان مامتها is an مامتها مالها architect عشان مامتها مهندسة معمارية. طيب she found unusual house وجدت بيت غير عادي in the Netherlands في هولندا online it's ماله بقى وجدته ايه upside down لو جدته مقلوب يبقى دي نمبر 4. انا مش بالدور ما انتوا اللي قلتوا بالدور بس انا قلت ليش عايزين الهيصه انا بحب الهيصه عشان اتلخبط. اوكي طيب هنترجم دي bigger اكبر friendly ودود friendly ودود travel دي سافر سافر ده ماضي love ده احب animals حيوانات وده بيتكلم عن القصة بتاعت القرد وعمه. My uncle is a scientist عمي عالم يلا يبقى هو طبيعي he loves ايه animals مش animal. When he was younger لما كان اصغر he a lot محدش جي طب ماشي he traveled a lot in South America هو سافر لجنوب امريكا حدش جاوب جودي جاوب اللي جاي he ate it there هو ايه eat هو ايه no هو ايه يا جماعة loved it loved احبها because عشان the people were very عشان الناس كانت ايه friendly كانت ودودة بس كده yes نعمل ليه حاجة كده عدت ده الترتيب ده رأيك لا يلا هنترجم floor بتيجي بمعنى دور طابق يعني او بمعنى ارض بس هنا هتيجي اكيد بمعنى ايه طابق grew زرع joined مرتبط او ارتبط cool يعني cool رائع space مكان فاضي اوكي ان تبع البيوت المصريه القديمه ان انشنت ايجيبت مصر القديمه بيبل ان سيتيز الناس في المدن lived close together عايشوا جنب بعض and so they built homes وبنوا بيوت with two floors سبيس في مكان في اماكن بنوا بيوت من طابقين احنا بنتكلم هنا عن الناس اللي عايشه في المدن اوكي زي سيفد ده وفر ايه بقى ان هم عايشوا قريب من بعض فده وفر ايه مساحه اوكي بنتكلم عن الناس اللي في المدن اوكي طيب وفر سبيس طيب سيتي هاوسز مالها بيوت المدينه مالها توجذر مرتبطة ببعض joined just like today زي دلوقتي طيب in the countryside في الريف houses usually on يعني البيوت عادة only had one عادة من طابق واحد وبعد كده في الريف كانوا بيعملوا ايه they grow vegetables and kept kitchens there we كانوا بيربوا الفراخ هناك يبقى دي نمبر 1 فاهم حاجه يا جودي ماشي اخر حاجه في الكومبليت ديسك اللي هو المكتب بيدروم اوضه النوم فيو منظر كومفورتبل مريح انفير يعني ظالم مالكوا ترنا ظالم يلا اي لايك ماي ابارتمنت انا بحب شقتي اتس ايه عند تدي يعني مرتب منظم comfortable comfortable نمبر 1 اوكي عملتي خدوا بالكم عشان المراجعه دي عشان انتوا عندكم امتحان بكره فلما نروح نعيدها تاني
يعني نذاكر الملزمه بالاجابات تاني. اوكي انا لا انا من هو الترتيب ما هنرتب كتير قوي دلوقتي خلاص. طيب 8 الترتيب 8 وانا جبت 7. الترتيب في الامتحانات بيبقى هادي شويه. انا جبت 9 من كام؟ من 10. وانا ده 10. انا ما خدتش ترتيب. تموتوا في الرغي. I have a small bedroom. انا عندي اوضه نوم صغيره. There is one bed. You get سرير. In my bedroom. Okay. You get سرير واحد في اوضه نوم. ها. I have a wooden خشبي. عندي ايه خشبي؟ desk. Desk. Wooden desk. يبقى دي number 3. ها. To study on it. عشان اذاكر عليه. There is a balcony. موجود بلكونه. We can see an amazing view. ممكن نشوف منظر رائع. بس كده. ودي الفقرة بتاعت complete. استراحة قليلة ونعود وهنكمل سؤال الترتيب من 1 لـ5. انا هحله عشان ده سهل وانتوا كل واحدة هتبتدي بدورها بقى في الصعب. اول واحد I. فاحنا لما بنبدأ نرتب الجملة هنبدأ بالفاعل وبعدين الفعل. يبقى I live in an apartment. I live in an apartment. أنا بعيش في شقة. فدي سهلة فأنا مش هديكوا فرصة إن أنتوا تعدوا بيها. التانية الشريرة. Why ده سؤال. بصي بصي ندى مش طايقاني ده. Why ده سؤال. خلاص؟ يبقى دي أداة استفهام. بعد أداة الاستفهام هنجيب الفعل المساعد. استنوا عشان جودي جديدة لسه. هنجيب الفعل المساعد صح؟ يبقى why is. أدي أداة الاستفهام أدي الفعل المساعد. خلاص؟ يبقى why is فريدة happy. ليه فريدة happy؟ بنحسد البت يا عيني على السعادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يسمح عشان نوري أدبها. What أداة الاستفهام يعني ده سؤال. يلا ها ها ها. هي what about على بعض. ماذا عن؟ What about the bedrooms؟ وماذا عن غرف النوم؟ بننام فيها. نعمل فيها. هو بيسألوا بقى هو حشري. يلا نمبر 4. ودي سهلة جدا. جودي لا 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 جودي اعمليه. انا عايزة بس جودي تبقى واخدة على الجو شوية عشان يجدي. معلش. هاي جودي اعملي كده نمبر 4. هنبدأ بذا. وذا لازم يجي بعديها اسم مش فعل عشان الذكاء. ذا. بصي ذا از برضو يعني انا بقول ذا لازم يجي بعديها اسم. يبقى بالكوني. بالك لا مش بلكوني. بالكوني از. اوكي ذا بالكوني از فانتاستيك. اوكي يبقى ذا بيجي بعديها اسم عشان انا عندي شاب من الشباب مره كاتب لي ذا بلاي. مش بمعنى مسرحيه لا بمعنى بلاي بمعنى يلعب. بيلعب بيرلي يعني ازاي بعديها فعل. هو كان بيلعب. نمبر 5 دي سهله برضو. ويلكم تو. مرحبا. ويلكم تو ماي نيو ابارتمنت. شايفاكم متحمسين في البدايات وهنيجي من اول 6 وهنعيط عشان مطولين شويه في الترتيب. اوكي ويلكم تو ماي نيو ابارتمنت. خلاص يا جودي نركز بقى مش كل واحده اقولها باسمها. تمام انتوا بترقموا. حسبي الله ونعم الوكيل. شطور انت شطور. يلا 6. طب هي 6 عشان طويله طبعا بس انا اللي خط كبير يعني هي المفروض كلها على خط واحد. بص ماي بيرنتس اللي هم بابا وماما. يلا نمبر 1 ماي بيرنتس. مالهم؟ ماي بيرنتس الفاعل. هنجي لا هاد تو. اضطروا. هاد تو. اوكي move to. يبقى اضطروا ان هم يتنقلوا to a new house. هقول تاني my parents had to. طبعا had to have to بيجي وراهم فعل مصدر على طول. يبقى had to move to a new house. ما احنا مش في حصه كيجي قوليها كده. انا قلت ايه عشان انا صوتي ده حرام يعني. my parents ماله اضطروا had to move to a new house. ونكبر بقى ونركز. ها نمبر 7 Egyptian houses had a special study. Special. Special study. Egyptian houses يعني البيوت المصرية had كان لديها
a special style, ديزاين خاص يعني. اوكي بعد كده هنبدأ بالفاعل. هما بتوع البكية دول مش سايبيني في حالي والنور قطع كمان. طب فاصل يا جماعة. وبعد ما النور اتقطع عادي جدا هنكمل. يلا هنبدأ بزي من اللي عليها الدور. جاني زي ادي الفاعل. واحدة واحدة معانا. زي الفاعل. اوكي ها زي ايه بقى؟ مادام في اند فاحنا هنبدل براحتنا. مثلا زي جرو فيجيتابلز يعني هم زرعوا الخضروات، اند كيبت ربوا تشيكنز ذير. بس كده خلاص. يبقى زي زي جرو فيجيتابلز اند كيبت تشيكنز ذير. ها اللي بعديها نمبر 9. وده سؤال هنبدا. يلا يا شروق. استني بقى. وات وادي الفعل المساعد وادي الفعل. وات ديد بيبل ها صلى على النبي صلى على النبي. وهذه صعبه. وات ديد بيبل يوز تو بيلد ذير هومز يعني كانوا بيبنوا او اعتادوا ان هم يبنوا بيوتهم ازاي. شطورة جودي. يا جودي نمبر 10 يا جودي. دي سهلة دي. هنبدأ بالفاعل. وي هو انتوا بتتفص يعني بتشوفوا الملزمة. خليكوا سؤال سؤال. تو بيلد ذير هومز. اه يوز تو بيلد ذير هومز. يلا جوجو. وي موفد. اوكي ما هي موف تو على بعض. اه وي موفد تو. اوكي ثانك يو. يبقى وي موفد تو ا نيو هاوس. احنا انتقلنا لبيت جديد. ونرجع تاني لاستاذه ندى عامله فيها عبيطه بس مش مهم. يلا يا ندى هتحلي. هنبدا بايه؟ اي هو الفاعل. اي دونت لايك. ايوه اسبوع. لا انسيت سبورت. صل على النبي. اي دونت لايك ان سيف سبورتس. ايه ده انت بصمكتي قلتيها بالبركه وكنت شاطره. يبقى انا ما بحبش الالعاب الخطيره او الرياضه الخطيره. اوكي يلا يا جوجو. طب على مهلنا يعني لو انت عايزه. انا بخاف منك يعني لو عايزه ماشي قولي. 12 I am writing انا بكتب. About عن unusually how unusual homes. اوكي ثانك يو شكرا. يبقى انا بكتب عن البيوت الغير عاديه. دو يو شفتوا بقى والله الترتيب حلو. انتوا اللي ظالمين. يونت 7 سهله قوي. دو يو لايك ذا هاوس. دو يو لايك ذا ماشي هي سهله. انا كده اشتركت في الاولى في فوق. دو يو لايك ذا هاوس. اوكي شطورين يا بنات.